مرحبا أركداشلار، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. كلنا حابين نتعلم لغة جديدة. تعلم اللغة الثانية مهم جدا، صار من أجل العمل أو من أجل الحياة في بلد آخر أو من أجل السفر و. اليوم جايب لكم الطريقة الأسرع والأكثر روعة لتعلم لغة جديدة، ولكن أنت بحاجة لثمان خطوات. أكيد أنت حابب تعجل بعملية تعلم اللغة الجديدة، عندك أسبابك، قد تختلف الأسباب يلي بتدفعك لتعلم اللغة. ربما تحتاج إلى تعلم اللغة من أجل أن تتمكن من التحدث بها في رحلة قادمة، إذا تسافر على بلد جديد وحابب تحكي بلغة أهل البلد، أو أنت حابب تتحمل مسؤوليات بوظيفة جديدة بدها لغة جديدة، أو من أجل قراءة الرواية اللي أنت بتحبها باللغة اللي مكتوبة فيها بأول مرة. ممكن، عادي، هذا الهدف موجود. مهما كان السبب اللي بيخليك تتعلم لغة جديدة، فأنت أكيد بتوافقني الرأي على أنه أفضل لك أنك تتعلمها بسرعة. ومع هيك فكرة تعلم لغة عندما تتعلمها من الصفر بسرعة أكيد ما نواردة، يعني تبدو غير سريعة. رح يتعين عليك تتعلم قواعد جديدة، رح تحفظ كلمات جديدة، مفردات جديدة. أنت بحاجة لتمارس التحدث، بس تعلم لغة جديدة لازم ما يكون عملية بطيئة أو مملة، لأنه رح تحمل حالك وتمشي وتهرب، تمام؟ على الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكن أن يحل محل العمل الجاد والجهد الذي يتطلبه الموضوع، انتبه. يعني أنا ما رح أعطيك وصفة سحرية، أنت بحاجة لجهد وبحاجة لعمل. طبعاً فيك تتعلم لغة جديدة بسرعة، بس إذا تعلمت الاستراتيجية الصحيحة وكرست نفسك لهذا الهدف. عنا 8 خطوات رح أحط لك إياها بهذا الفيديو، ورح تكون بطريقك إن شاء الله إلى إتقان وتعلم اللغة الجديدة أياً كانت بشكل أسرع مما أنت تتخيل. أول خطوة في مشوار تعلم اللغة الجديدة هو أو هي تحديد الهدف من تعلم هذه اللغة. الخطوة الأولى بتتمثل مثل ما حكيت في البداية بتحديد الأهداف. لما بتفكر بالموضوع رح تحس إنه فعلا منطقي جدا هذا الكلام. يعني إذا أنت ما حددت هدف، يعني أنا ما حددت هدف، كيف رح أعرف شو بدي أعمل؟ أو كيف بدي قيس إذا أنا عم حقق هذا الشيء ولا لا؟ طبعاً أكيد في أشخاص بيحسوا بالتعب والإرهاق لما يواجهوا فكرة تعلم لغة جديدة. ليش؟ لأنه كلمات كتيرة، مفردات كتيرة، طرق مختلفة للدراسة، أهداف كتيرة لازم أنا أحطها، فهذا الشيء بضيق نطاق تركيزك، يعني بيخليك تكون أكثر تركيز على الهدف، فأنت بحاجة لأنك تحط هدف. هاي الإرشادات اللي أنا رح أحكي لك إياها هلأ بتساعدك لتحقق أقصى استفادة من أهدافك. شو هي هاي الإرشادات؟ أول شيء ركز على نتائج محددة وملموسة. شلون يعني؟ يعني حدد أهداف منفصلة وركز على شيء أنت حابب تتعلمه مشان ما تضيع وقتك على الفاضي. يعني مثلا أضرب لك مثال على الهدف الجديد. هذا الأسبوع، شوف حددت أنا فترة زمنية، بدي أتعلم 30 كلمة من مفردات اللغة المتعلقة بالتسوق. حلو كتير، حطيت أنا هدف قصير المدى، ما هو بعيد كتير، لأنه جيد يكون هدفك قصير المدى، شيء أنت بتتمنى يتحقق وتشوفه على أرض الواقع. لأنه إذا حطيت هدف طويل وما شفته لبعد فترة زمنية طويلة، تمام، بكل حماسك بخف التحفيز عندك، تمام. قسم هدفك النهائي لأجزاء أصغر، حتى لو كان عندك هدف كبير قسمه لأجزاء أصغر وحدد أهداف أصغر 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 لكل أسبوع أو كل 3 أيام أو كل شهر. تحدى نفسك بس مو كتير لأنه الأهداف تعمل بشكل أفضل لما أنت بتدفع نفسك، بيكون دافعك جواتك، تمام. بس إذا كانت مخيفة كتير فممكن تخوفك وتصبت من عزيمتك. طبعا فيك تلف على هذا الموضوع وأنك تحدد أهداف بمجموعة من النتائج. على سبيل المثال أريد أن أتعلم 30 إلى 50 كلمة مفردات جديدة هذا الأسبوع. طبعا الرقم الأقل اللي هو 30 بيساعدك لتشعر أنه الأمر بسيط، تمام. الرقم الأعلى بيعطيك دافع أنه أنا خلصت 30 خليني نط على 50،
فهيك انت بتكون لفيت على هذا الموضوع. اكتب اهدافك. اكتب اهدافي؟ ايه اكتب اهدافك، لانه كتابة الاهداف بتساعدك لتلتزم فيها. حط اهدافك بمكان فيك تشوفه، يعني عشان يذكرك بالهدف. ممكن تحطه على المنبه تبع التليفون كل يوم ينبهك، او كل ساعة او كل ساعتين يذكرك بالهدف. تاني نصيحة انك تتعلم الكلمات الصحيحة. طبعا اللغات تتكون من عدد صادم من الكلمات. اللغة التركية على سبيل المثال فيها حوالي 100,000 كلمة. لحسن الحظ انت ما انك محتاج تتعلم الكلمات اللي هي 100,000 لتحكي اللغة التركية. حط باعتبارك انه عندك افضل 100 كلمة ممكن تشكل حوالي 50% من نصوص اللغة التركية، واهم 1,000 كلمة ممكن تشكل حوالي 90%. تمام؟ فنحن من خلال التركيز على تعلم هاي الكلمات الأساسية أولاً، فأنت فيك تتخلص من الوقت الضائع وزيادة كمية المعلومات يلي أنت بتفهمها بسرعة كبيرة. ثالث نصيحة بموضوع التعلم السريع للغة، إنك تدرس بذكاء. شلون يعني أدرس بذكاء؟ يعني أنت لما بتتعلم كلماتك رح تتعلم بشكل أسرع باستخدام أفضل تقنيات الدراسة. تمام؟ يعني من أفضل الطرق لتعلم كلمات المفردات هي استخدام مثلا على سبيل المثال البطاقات التعليمية. البطاقات التعليمية هي عبارة عن بطاقات، تمام؟ بتساعدك على التركيز على المفردات الفردية، وبتسمح لك بأنك تختبر نفسك، وهذا الشيء بيساعدك أنك تحفظ المعلومات الجديدة. بطاقة عليها كلمتين أو ثلاثة قريبين من بعض، فيك انت تكتب عليها الكلمات وتحاول تتذكر اي البطاقة شو كان فيها وهي البطاقة شو كان فيها. هي لعبة وهي تعلم، يعني بتستمتع وبتتعلم. رابعا، ابدأ في استخدام اللغة طوال اليوم. الاستخدام هو السبب الاساسي لتعزيز اللغة في الدماغ. كمبتدئ ممكن تحس الامر صعب، لانه انت اذا بتحاول تستخدم اللغة كل اليوم وانت ما عندك لسه مفردات رح تحسها صعبة، بس ما أنا صعبة كتير. تمام؟ يعني في طرق كتير ممكن تساعدك بهذا الموضوع لحتى تخلي اللغة جزء من حياتك اليومية. شلون؟ أول شيء أنا فيني استفيد من كل لحظة، بكل لحظة أنه أنا بحاجة إني أتعلم فيها الكلمات الجديدة، فيني أنا أخذ معي دفتر المفردات، أو مثلا أحط قائمة بالمفردات على شكل سماعي على موبايلي أدرسها بالطريق وأنا رايح على الشغل. بس ما تدرسوا انت عم تسوق السيارة، انتبه على هذا الموضوع عشان ما تعمل حادث ونخسرك. مثلا لما تحس انك تعبت، تمام، فيك تبدل من التعلم النشط الى التعلم السلبي. شلون؟ يعني انك تقوم ب ما تفعله عادة بلغتك الام في اللغة المستهدفة. يعني فيك تشوف انت فيديو او برنامج تلفزيوني او بث اذاعي او برنامج ممتع بس باللغة الجديدة، عشان تستمتع، تحس حالك عم تستمتع بتعلم اللغة. تمام؟ طبعا في كتير مواد عبر الانترنت فيك توصل لها، مسلسلات باللغة الجديدة، افلام باللغة الجديدة، حتى اشياء كوميدية، برامج كوميدية. اليوتيوب مليان، فيك تدور على الانترنت على الشيء اللي بتحسه بيناسبك. اهم شيء ما تشوف شيء ما بيناسبك. تمام؟ طيب ممكن تسألني هلا يا زكي، كيف بدي اشوف مقاطع فيديو او اسمع راديو وانا لسه ما بعرف غير 4-5 كلمات باللغة؟ طبعا الهدف مو انه تفهم، الهدف انه تسمع وتتعلم على اصوات اللغة يا صديقي. يعني حتى واذا كنت انت ما بتفهم الاشي اللي انت عم تسمعه، بس انك تسمعه وتكرره اكثر من مرة، هذا الشيء بيساعدك لتعمل اثار ايجابية. اللغة راح تثبت في دماغك على شكل صوتي، على شكل موجات صوتية. فانت لما تسمع الكلمة مرة تانية بالشارع فبتتعود على ايقاع الكلمة، بتتعلم على لفظ الكلمة، وهذا الشيء جدا مهم بتعلم اللغة، بيجهله كثير من الطلاب ومتعلمي اللغة. تعلم الفهم باستخدام السياق فقط، يعني ممكن عدد قليل من المتشابهات بيخليك متحمس. خامسا وهو مهم جدا، ابحث عن ممارسات من واقع الحياة. يعني انا شخصيا بفضل التعلم اللي بيحدد لي مواقف الحياة الواقعية. تمام؟ يعني انا ممكن ادور على نصوص العلاقة بالحياة الواقعية. انا ممكن اكتب جمل او مفردات العلاقة بحياتي، لازمتني بالحياة اليومية، وببرك بستخدمها باللغة الاجنبية. طبعا اسهل طريقة لاكتساب ممارسة واقعية هي انك تسافر او انك تدرس برا. السفر او الدراسة برا بيخليك او بيعطيك فرصة لتبقى محاط باشخاص
بيحكوا اللغة اللي انت بدك تتعلمها، يعني الانخراط بنسميها او الاندماج مع المجتمع اللي بيحكي اللغة اللي انت عم تتعلمها. طبعا هن ما بيعرفوا لغتك الام، ما بيعرفوا يحكوا عربي، فانت مضطر تفهم عليهم ويفهموا عليك. تمام؟ سفري مستحيل بدي اتعلم قبل ما اسافر، لا خطأ. حتى انت اذا سافرت هذا الشيء بيعطيك حافز قوي، لانه مثل ما قال لي احد الاصدقاء سافر مرة على بلد اجنبي، هو روسيا على ما اعتقد او بيلاروسيا، قال لي انا بالاسبوع الاول حسيت باحباط شديد. ليه؟ قال اذا بدي اروح اشتري شغلة ما اعرف، فشعرت للحظة انه انا اذا بدي ضل هيك رح موت من الجوع، يا بتعلم لغة يا بموت من الجوع. لا، بتعلم لغة وبنخرط مع الناس مشان ما موت من الجوع. وفعلا تعلم اللغة واتقنها واخذ شهادة الدكتوراه ورجع على بلده. طبعا بدك تتعرف على ثقافة اهل البلد، يعني ما بكفي انك تفهم الكلمات، لازم تتعرف على الثقافة والتاريخ المرتبطين بهذه الكلمات. لما بلشنا ندخل بالعمق، طبعا شيء متعلق بتاريخ البلد او ثقافته او الاحداث الجارية او المعتقدات الدينية او العادات المشتركة بيساعدك لتفهم كتير، وخصوصي اللغة التركية في كتير كلمات وعادات مشتركة بين العرب والاتراك. فانت لما بتبدأ بدراسة لغة جديدة لازم تكون عندك شوية وقت لتتعرف على ثقافة الناس يلي عبيحكوا هاي اللغة. طبعا هذا ما بيضيع وقت، ما تفكر انه هذا عبارة عن مضيعة للوقت ورح يضيعك، لا ابدا. هاد بيساعدك انك تقرأ، تشاهد مقاطع فيديو إلى علاقة، حتى اذا بدك تتعرف على هي ثقافة لغتك الام ما في مانع. يعني اسمع، انت بدك تسافر على تركيا، اسمع فيديوهات باللغة العربية عن تركيا وثقافتها واهلها. هذا الشيء بيساعدك كثير لتتجنب بعض المواقف اللي ممكن تكون مزعجة. سابعا، اختبر نفسك. شلون يعني؟ طبعا لازم تخطط لانك تعمل اختبار لنفسك لتحفز نفسك على التعلم بشكل سريع. طبعا فيك تختبر نفسك بانتظام بطرق بسيطة، اذا انت عم تعتمد على كتاب منهاج معتمد ففيك تحل اختبارات تدريبية او تحل تدريبات نهاية كل فصل او نهاية كل قاعدة. طبعا فيك كمان تمارس مجموعة من الالعاب عبر الانترنت المتعلقة بلغة معينة او تستات معينة ممكن تشوفها على الانترنت وهي مليانة اختبارات الممارسة عبر الانترنت، فيك تدور عليها بأي لغة تقريبا موجودة. آخر نصيحة بدي أوجه لك إياها هي أنك تستمتع وأنت عم تتعلم اللغة، لأنه إذا ما حبيت الشيء وما استمتعت فيه ما رح تبدع وما رح تتعلمه. لازم تخلي نفسك مستمتع، تعلم اللغة أمر ممتع. طيب كيف أستمتع؟ ممكن تمارس الألعاب. ممارسة الألعاب طريقة حلوة للاستمتاع أثناء التعلم. ممكن تشاهد برامج كوميدية ساخرة باللغة الجديدة اللي انت عم تتعلمها، رح تحس انه هاي اللغة محببة قريبة لقلبك، لأنه هدول عم يضحكوا بيحكوا بنفس اللغة، فأوريدي رح تحس انه هي لغة حلوة وكيوت ولطيفة وظريفة. ليه؟ كانوا عم يضحكوا بيحكوا لغة تركية او عم يضحكوا بيحكوا لغة انجليزية، شيء حلو شيء ممتع. تمام؟ فيك انك تمارس هواية مفضلة بس باللغة الجديدة. تمام؟ مثلا على سبيل المثال، إذا أنت بتشتغل خياط فيك تمارس أو تبلش بدراسة الكلمات المتعلقة بمهنتك. إذا أنت مثلا مهندس فيك تبلش بالكلمات اللي لها علاقة بمهنتك، وهكذا وهكذا وهكذا. هيك نحن بس إذا طبقنا هاي النصائح الثمانية اللي حكيناها بفيديو اليوم رح نتعلم اللغة الجديدة بسرعة وبشكل ديناميكي وبدون أي خوف وبدون أي تردد وبنسبة أو بمستوى عالي من الحافز والرغبة بتعلم اللغة الجديدة. هيك بنكون وصلنا معكم لنهاية فيديو اليوم، أتمنى لكم التوفيق، أراكم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.